سألوني قبل كده، أنا فكرت إن أنا أعمل لقاء مع رقاصة. هقول لكم ما جاش في دماغي بصراحة، لكن في ظروف بتحصل كده، خاصة إن أنا حاسس إن أنا مخنوق والناس بقت مخنوقة برضو، فحبينا نعمل حاجة مختلفة المرة دي. الحاجة التانية إن لقيت الطلب على إن تبقى معانا ضيفتي دي كتير جدا، وناس بتكلمني. المفارقة ان احنا اصحاب واصدقاء من اكتر من سنتين تقريبا ثلاثة يعني، وهي موجودة في مصر عندها طموحات، بتعشق يعني ايه رقص شرقي، وبيني وبينكم برضو انها مش مصرية، فحابب قوي افهم منها انها مش جنسيتها المصرية دي، هي بتحب الرقص الشرقي ليه؟ طب هي جاية من مجتمع ما عندهمش رقص شرقي. من علاقتي بيها عارف ان هي خدت جوائز عالمية في الرقص الشرقي، يعني هي كمان عندها قدرة غير طبيعية انها تمثل الرقصة بملامح وشها، ومن زمان كان ده افيه بينا كده لما بنقعد نهزر مع بعض في اماكن. الحاجة التانية انها في ضوء الرولز او القواعد بتاعة البلد اللي هي فيها بتعرف تمشي صح. كان لنا مواقف وكلام بينا وبين بعض كده، انا معايا سوفينار يا جماعة، اللي بيقول سوفينار غلط، سوفينار صح؟ سوفينار. بيقول سوفيناز ليه؟ مش عارفة، ممكن في اسم سوفيناز بالمصري. طيب خلينا الأول، أنت معاكي كام لغة يا سوفينار؟ معايا إن شاء الله من 6 لغاية 7 لغات. زي إيه؟ قولي لي. زي مثلا طبعا لغة أرمن وروسيا وإنجليزي وعربي وهندي وإيراني وأفغاني. لغة بس ولا أنواع رقصات كمان؟ رقصات كمان. كمان؟ لفيتي قبل ما تيجي مصر؟ لفيت في السينما، اشتغلت مع أفلام الأفغاني، واشتغلت مودلز في اللبس ورقص أعراضي هندي قبل ما دخلت رقص شرقي. جميل. خلينا الأول في الاسم، معنى كلمة سوفينار. انت كنت قلتولي لدرجه في وقت من الاوقات قلتلي ايه رايك يا احمد يبقى اسم الشهره بتاعي النيك نيم في مصر عشان يبقى سهل على الناس انك تسمي نفسك حوريه، هو ده معناها فعلا؟ عشان اسمي سوفينار لو هنترجم من لغه الارمنيه يعني عروسة البحر، بالمصري حوريه. ده انت جايبه النحو كمان، انت فاهمه الموضوع؟ مش انا، امي وابويا هم اللي حكوا الكلام. انت اصلا من ارمينيا بس انتوا العيلة واقامتك في روسيا صح؟ ايوه. ليه؟ يعني ليه ما عشتوش في ارمينيا؟ طبعا لغاية دلوقتي احنا بيتنا في الارمينيا وعايشين شوية هناك وشوية هناك. في بيت في الارمينيا؟ طبعا في بيت، وانا طبعا كل رمضان بسافر ارمينيا. بس عندنا فاميلي بيزنس في موسكو، عشان كده عايشين شويه هنا شويه، ودلوقتي خلاص بقى مصر. اول ما عرفتك زمان وانت المفروض مقيمه في موسكو، كنت دايما اقول لك يعني لما نقعد في اي مكان زي هنا كده انت مش مستحمله الاير كونديشن بتاع المكان صح؟ التكييف. كنت بتردي عليا رد كده يعني موسكو تلج، احنا عارفين كده، حتى هنا انت لابسه الجاكيت بتاعك، ليه بقى؟ ليه مش بتستحملي؟ يعني جو ساقع عندكم. جو ساقع هناك، بس انا اصلي من ارمينيا و بحب زي مثلا عندنا في البلد، في بلدنا مش صعب، واحنا بس بحب الشمس. عشان كده حبيت مصر قوي. حبيتي. كنت لما اقعد ادردش معاكي ونتكلم بتحسسيني الموضوع تكنيكال جدا، وبتفهميني ده ايه وده ايه، لدرجه ان انت ساعات بتعملي حركه مش اي حد غير ناس رياضيين يعملوها، موضوع فتح الحوض، يعني ده بيتعمل في الباليه. عشان انا اصلي باليرينا من صغر، كان عندي 6 سنين دخلت في مدرسة البالي، ولا فكرة امي وابويا كان عايزين موتني والله. عشان انا دخلت في البالي، ما حدش كان تعرف ليه في ارمينيا، في الارمينيا الموضوع ده زي عندنا في الدول ميدل ايست كده؟ لا مش كده، بس هم كان مش عايزين انا هيخش في الفن اصلا، هم كان عايزين شوف سوفينار مثلا ممكن جورناليست زيك عادي، ممكن اي حاجه دكتوره ولا حاجه تانية، بس مش في الفن. مش عايزين دي.
لا بمناسبة الفن، وانت عارفة من زمان يعني احنا في صداقة بيننا يعني وكده، كنت دايما انت عارفة ان انا برنامجي سسبنس شوية زي ما بيقولوا عندكم، مش باباراتسي قوي يعني النوعية دي وبتاع. انا النهاردة ما رضيتش اقول ان انا معايا السوفينار الا لما عرفت ان انت موجودة هنا. كان في وقت من الاوقات انت بتتصوري المعد بتاعنا اسلام في مكان، وبعد ما ادارة كده ناس قالت لك ايه؟ خوفوكي تجيلي يا سوفينار البرنامج؟ طبعا انا عارفه البرنامج بتاعك تمشي ازاي. تمام. وعارفه طبعا في فنانين كتير بيخاف من برنامج بتاعك. ايوه ماشي، انا معاكي واحده واحده. اللي بيغلط ليه وجهه نظرك كانت في الموضوع؟ يعني اللي جم قالوا لك، قالوا لك ما تروحيش ما تتصوريش، قالوا لك ايه؟ احكي لي كده. مثلا زي هو على طول بيتكلم على فنانين على حاجه مش كويسه، مش حاجه كويسه. انا قلت لا، ما ينفعش هو اتكلم عليا على حاجه مش كويسه، عشان انا اصلا ما عملتش حاجه مش كويسه. طب ما نرجع ورا شويه، دي حقيقه طبعا، وانا مش هشيل لك الموضوع يعني انك لو غلطتي عشان احنا اصحاب لان ده شغلي، ولكن خلينا نرجع ورا زمان شويه كده. كان في موقف وانت لسه مش مشهوره، وانا عملت موضوع ما، وبعديها ما شفتك في حفله وانت كنت في المكان ده، انت عملتي لي حركه معينه كده. ايامها انا يا جماعه كان في البرنامج، وكان في رقاصه بدون ذكر اسامي، حتى انا ما ظهرتهاش يعني، ما كانتش ملتزمه بالمقاييس بتاعه المصنفات الفنيه، لازم تلبس شورت ستريتش وبتاع. فاكره انت القصه دي ايامها؟ كل ما كنت تقابليني في حفله ولا فرح تعملي لي ازاي يا سوفينار؟ كنت بتمسك من شورت وبتقول اهو عندي شورت، ما تفكريش مش انا اللي بمسك، انت اللي بتمسكها عشان تفهم صح. كانت من بعيد كده تقول لي انا ماشيه صح، عندي شورت اهو. قصدي ان انت رديتي عليهم ان هو ورا الحاجه الغلط، لكن انا مش بعمل حاجه غلط صح؟ لا، البرنامج بصراحه انا عاجبني جدا، عشان لازم تبي واحد تكلم على حاجات لي صح. تمام. عندنا في البدلة لازم تلبس شورت، يعني لازم تلبس شورت. تمام. مينفعش واحدة تطلع في الأفراح قدام العيال وبالبدلة أي كلام وخلاص. تمام. من أرم